هي جمعية الإرشاد تقوم بنشاطاتها الخيرية التضامنية طوال السنة. من بين هذه النشاطات كاين محطة توزيع قفة رمضان للعام هذا 1445 هجري. كما قلت يعني تقوم توزيع القفة هذه، تقوم يعني بشرائها وإعدادها في قفف، يعني تقول لك نقولوا حنا ديطايي، ومن بعد نقوم بعملية توزيع المحتاجين والأرامل والمعوزين والمستضعفين، يعني حالة بحالة كما يقولوا. رانا تقريبا راني في المرحلة الثانية تاع التوزيع العام هذا. نشكر يعني جميع المحسنين والمتطوعين والقائمين على هذا الإنجاز، يعني بارك الله فيكم وبارك الله فيكم جميع. نشكر أيضا قناة الأنيس اللي دائما حاضرة يعني في الكذا، وبارك الله في الجميع وتقبل صيام الجميع إن شاء الله بمزيد من أجر المغفرة والثواب إن شاء الله. قفة رمضان ما هي؟ هي جمع نجمع التبرعات العينية والمادية من عند الخيرين والمتطوعين والمحسنين. نقوم بشراء المواد الغذائية الأساسية للمائدة الجزائرية، هي الزيت والطماطم والتليتلي إلى غير ذلك. نقوم بتصنيفها وجمعها في قفف ثم توزع على الفقراء والموزين. إن شاء الله سوف نغطي أغلب الناس المحتاجين إن شاء الله في المنطقة إن شاء الله. وزعت المرحلة الأولى أكثر من 200 قفة إن شاء الله، وذوك المرحلة هذه إن شاء الله نزيد واحد 200، وإن شاء الله في الثلث الأخير من رمضان نزيد إن شاء الله قفة واحدة أخرى إن شاء الله.